للمزيد ده أيضا تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية. أهلا بك سعادة السفيرة. أهلا يا فندم، أهلا بك. أهلا بك. بداية، من خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيسين كثر الحديث عن مواجهة الإرهاب. بداية معالي السفيرة، تضعي هذه الزيارة في إطار اقتصادي أم في سياسي، ربما كما يقول بعض المحللين الآن في إطار أمني، كيف تنظر لهذه الزيارة بداية؟ أنا الحقيقة بحطها في إطار شامل لكل العوامل اللي حضرتك ذكرتها، بدءا من أنه توطيد العلاقات الشخصية والعلاقات الثنائية اللي موجودة بين مصر وتشاد، لأن الرئيسين بينهم علاقة قوية جدا، والرئيس التشادي الحقيقة كان حريص دايما على أنه يشارك في كافة الفعاليات اللي دعي إليها هنا في مصر، يعني من الرؤساء القليلين اللي هو حضر كل الفعاليات، سواء الرئيس افتتاح قناة السويس، كل هذه الفعاليات كان الرئيس التشادي موجود، حتى مؤتمر الاستثمار اللي كان عقد سنة آخر عام 2015 برضو أو 2016 هو برضو شارك فيه. ومن ناحية تانية النواحي الأمنية وهي بتتصدر المشهد، نتيجة لأن احنا في مخاطر مشتركة بيننا وبينهم لا تقتصر على الإرهاب، ولكن احنا بنتكلم برضو على تهريب بشر وعلى تهريب سلاح وعلى تهريب مخدرات، يعني كل هذه المخاطر احنا بنعاني منها احنا الاثنين، وبالتالي ده بيتطلب تبادل معلومات وتنسيق مواقف، بالإضافة طبعا الموضوع الرئيسي اللي هو الأوضاع في ليبيا ودارفور، الأوضاع فيها إيه بالنسبة للسودان وباقي كل الموضوعات الإقليمية، وخصوصا أن الرئيس إدريس دبي كان في حتى وقت قريب هو رئيس الاتحاد الأفريقي وبيعتبر من حكماء القارة الأفريقية. نعم. الذين يتم الرجوع إليهم. هل هذا السبب معالي السفيرة ختم الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته الأفريقية بدولة تشاد برأيك؟ طبعا، لانه هي اولا من الناحيه حتى التنظيميه، يعني سفر الطياره والكلام ده كله، فهي الاقرب الى مصر في العوده، ولكن انا اعتقد انها ليها مكانه خاصه وخاصه جدا. الشعب التشادي شعب محب للشعب المصري، واحنا دايما بيكون بنشوف ان هم اولا كطلبه للازهر الشريف هنا موجودين. العلاقات بينهم وبين المصريين علاقات قوية. نعم. السياحة العلاجية من قبل التشاديين. نعم. بيجوا مصر للاستشفاء وبيجوا مصر للشراء، ربما أوجه تعاون كثيرة معالي السفيرة، لكن برأيك أهم النقاط، الرئيس السيسي في جولة أفريقية، كيف تقيم هذه الجولة في العموم؟ أنا شايفة أنه هو طبعا دي دبلوماسية القمة اللي هو بيتبعها السيد الرئيس، دي بتذلل الكثير من العقبات وبتذيب اي جمود او مشاعر ممكن سلبيه. نعم. تكون موجوده، لان هو من خلال هذه الجوله هو اطلق رساله لكل القاره الافريقيه بانه يا جماعه مصر ما هياش متعاليه عليكم، مصر مهتمه بيكم، والرئيس بنفسه بيجي يزوركم. نعم. وبدون ما يكون لينا غرض، يعني احنا. نعم. ما عندناش احتياج معين بنطلب منهم مثلا دعم في مجلس امن او. نعم. في اي ترشيحات او غيره، لا، ده هو جاي بيمد ايدينا كشعب مصري. أشكرك. من خلال اعلى راس. اشكرك معالي السفيره منى عمر مساعد وزير الخارجيه السابق للشؤون الافريقيه، كنت معي عبر الهاتف من القاهره.